السلام عليكم. اليوم عندنا قصة باللهجة السعودية، عنوانها وين هي البسة؟ هذا هو عنوان القصة. يلا نبدأ. في الصورة الأولى عندنا أب وبنت. الأب والبنت مشغولين. الأب مشغول يخترع شيء، والبنت مشغولة تصلح السيارة. وهنا هي السمكة. السمكة تخترع وعاء متحرك. الآن نشرح الصورة بالتفصيل. هذه هي الفرشة. الفرشة لونها أخضر. هذا هو المسمار، وهذا هو المفك، فرجار، نبتة، حوض، ماسورة، ستارة صفراء، سبورة فلين، أدوات السباكة، مسطرة، صورة حائط، شهادة جامعية أو الشهادة، وعلى الباب فيه ملصق وتقويم، دولاب الكتب. دولاب الكتب فيه كتب كثيرة. وين هي البسة؟ البنت تسأل نفسها، وين هي بستي؟ بابا، تعرف وين هي بستي؟ لا والله ما أعرف وينها. بستي بستي. البنت طلعت من البيت. البنت خرجت من البيت وبدت تنادي على البسة. بستي بستي وينك؟ البنت علقت المنشورات. هذه هي المنشورات أو الملصقات. البنت علقت الملصقات في كل مكان. علقت الملصقات على عمود الإنارة، على الزبالة، على الشجرة، على السور، وعلى الحبال. البنت تدور على البسة. البنت تعبت. البنت فقدت الأمل. فقدت الأمل تحصل البسة. البنت جالسة في المطبخ ومرة حزينة. هذه هي الثلاجة، الستاير، فرشة خضراء، مسمار ومفك، سيارة، طاولة، كرسي، صحن، علبة عسل. إيش هذا؟ البنت سألت نفسها، إيش هذه الآثار؟ علبة العسل مفتوحة ومرمية على الأرض، وفيه آثار لأقدام صغيرة. هذه هي الآثار، آثار أقدام صغيرة. البنت استخدمت المكبر عشان تتبع آثار الأقدام. آثار الأقدام تودي إلى الكراج. هذا هو الكراج. الكراج فيه معمل وفيه جهاز كبير. الجهاز يحول الأشياء الكبيرة إلى أشياء صغيرة، والأشياء الصغيرة إلى أشياء كبيرة. إيش هذا الجهاز؟
البنت دخلت داخل الجهاز، ولما طلعت البنت صغيرة، البنت صغيرة مرة مرة زي المسمار، البنت والمسمار في نفس الحجم. كل شيء كبير، الوردة كبيرة مرة. البنت شافت فراشة، البنت خافت من الفراشة وجرت، البنت بدت تجري، البنت صرخت من الخوف، البنت صاحت. حشرة كبيرة، البنت تخاف من الحشرة. هذه اسمها أم 44. البنت تسلقت الدرج، هذا هو الدرج، البنت تسلقت الدرج ودخلت المطبخ. البنت تعبت وهي تدور على البسة. إيش هذا الشيء هنا؟ هذه بستي. البنت حصلت البسة، البسة كانت نايمة وراء الصحن، البنت حضنت البسة، البنت مرة فرحانة ومبسوطة. كيف أرجع لحجمي الطبيعي؟ كيف أرجع كبيرة؟ البنت خايفة من الفراشة ومن الحشرة، لكن عندها فكرة. أنا عندي فكرة. إيش هي الفكرة؟ البنت ساقت السيارة بالسرعة إلى الجراج. سيارتها تشتغل بالبطاريات، هذه هي البطاريات. البنت رجعت لحجمها الطبيعي، البسة رجعت لحجمها الطبيعي، والسيارة صارت كبيرة. الأب مصدوم والسمكة فرحانة مرة. وهذه كانت نهاية هذه القصة، أتمنى إنها أعجبتكم. شكرا على المشاهدة ومع السلامة.